الحقيقة أيضا خلال هذه الفترة بيستعد منتخب مصر للشباب تحت قيادة وائل رياض شيتوس مواليد 2005 لبطولة شمال إفريقيا، وهي الأولى بالنسبة للفراعنة الثغار. دورة شمال أفريقيا بوجود منتخبات قوية الحقيقة من أجل تجربة عدد كبير من عناصر الجيل القادم لكرة القدم المصرية. وزي ما احنا عارفين أسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر، في مواجهات قوية جدا لهذا الجيل تحت قيادة مدربه الجديد. هيلتقي أيضا منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته. طبعا بطولة شمال أفريقيا منتخبات الشباب هتقام في تونس خلال الفترة من 11 ل 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر. خلينا نطلع نشوف تقرير عن مؤتمر صحفي لكابتن وائل رياض ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأول أهلا وسهلا بيكم، مبسوط جدا من التواصل اللي هيبقى ما بيننا إن شاء الله بداية من النهاردة، ويبقى الايام اللي جايه باذن الله كلها تواصل، ومنتخب الشباب المصري هيبقى اخباره كلها متاحه للناس وللتواصل، لان انا مقدر جدا دور الاعلام، وكنت في يوم من الايام في مكان حضراتكم كاعلامي، فانا مقدر جدا دور كل واحد في المنظومه، ودور الاعلام ما يقلش خالص عن الدور الفني اللي احنا بنعمله في الملعب، وده جزء يعني اصيل وجزء اساسي في شغلنا. هبدا في البداية بس يعني هستعرض الموضوع من بداية التعيين لغاية دلوقتي، فهقول لحضراتكم بعد كده نفتح مجال طبعا للأسئلة والرد على كل الاستفسارات. يعني تم تعييني يوم 2/10 ويوم 2 اكتوبر في قرار من مجلس الإدارة، طبعا اللي بشكره فرد برئاسة الأستاذ جمال علام، وطبعا بخص بالذكر كابتن محمد بركات، لان كابتن بركات كان هو المشرف العام على المنتخب الاولمبي، ويمكن يعني خلال السنه اللي فاتت كلها الانجازات اللي حصلت كانت يعني كابتن بركات كان ليه دور فيها كمشرف عام على منتخبنا الاولمبي بقياده مستر ميكالي، فيمكن كان مقرب بشكل كبير في قصه ان هو يعرض وائل رياض كمدير فني لمنتخب الشباب. انا طبعا يعني اعرفكم بنفسي، انا وائل رياض، كنت لاعب سابق في منتخب مصر وفي النادي الاهلي، ويمكن تدرجت بقى في موضوع التدريب بدايه من الانتاج الحربي، ثم بعد كده رحت المنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب كمساعد، وبعد كده حصلنا على بطوله افريقيا تحت 23 سنه، وبعديها رحنا اولمبياد طوكيو، وبعد كده تم تعييني مره اخرى مع مستر ميكالي في المنتخب الاولمبي الحالي، وبرضه رحنا بطوله افريقيا في المغرب وحصلنا على المركز الثاني، وتاهلنا لبطوله الاولمبياد في باريس 2024. ولكن التدرج يعني والمنطقي والطبيعي ان انا خلاص بدات بقى يعني امارس مهامي كرجل اول في المرحله اللي جايه باذن الله، ويمكن ده كان الطموح، ان انا راجل بقالي فتره طويله في المنتخبات، فكان السعي والطموح ان انا اكون متولي قياده منتخب من المنتخبات المهمه في مصر، وشرف لاي مدرب اكيد ان هو يشتغل في منتخبات مصر. بعد تعييني تم تعيين الجهاز الفني، اللي عايز برضو ان انا يعني استعرضه مع حضراتكم بحيث ان انتم عارفين كل تفاصيل منتخب الشباب. معايا كابتن علاء عبده مدرب عام، وده راجل ليه خبرات كويسه في مرحله 2005 في مصر، كان متولي مهمه وادي دجله قبل كده، وبعد كده مسك النادي الاهلي وحصل مع وادي دجله على بطوله الدوري، ثم بعد كده حصل على بطوله الدوري مع النادي الاهلي مواليد 2005، فراجل متمرس في المرحله العمريه ديت، فكان يعني ليه دور ان شاء الله باذن الله ان هو يبقى موجود معانا في المنتخب الشباب كمدرب عام. معايا كابتن رامي عادل نجم نادي المقاولين العرب ومنتخب مصر السابق والنادي الاهلي كمدرب مساعد، وبعد كده كابتن ايمن طاهر طبعا وخبراته الطويله كمدرب لحراس المرمى المتواجد معانا، الكابتن عادل محفوظ كمدير اداري، معايا الدكتور قاسم ادري مخطط احمال، معايا كريم فهمي محلل اداء، معايا الدكتور هاجد طبيب، معايا الدكتور محروس اخصائي علاج طبيعي، ومعايا اخيرا الاستاذ او الكابتن خالد خفاجه ده اخصائي تدليك.
معايا زيزو ومحمد عيد ووجيه مسؤولين مهمات، ده يمكن الجهاز او الاستاف كله اللي متواجد معانا في منتخب الشباب. من بعد ما تولينا المهمة يعني اتفرجنا على كذا مباراة لدوري الجمهورية، وعايز برضو اقول لحضراتكم ان احنا في المنتخبات بتاعة الشباب والناشئين اللي هي الولاد ما بيلعبوش في الفرق الاولى وما بيبقاش متاحين ان هم يبقوا موجودين في التلفزيونات، الاستدعاءات او الاختيارات او الانتقاء بتبقى قايمة على كذا محور. ممكن محور ان انت بتتفرج على الدوري الجمهورية بتاعهم، دوري المنطقة بتاع نفس المرحلة العمرية، ترشيحات من المديرين الفنيين للمناطق اللي تابعين للاتحاد، ترشيحات من المديرين الفنيين للفرق ذات نفسها، فبتبدأ ان انت تعمل معسكرات بحيث ان انت تنتقي وتشوف اكبر عدد ممكن للولاد. احنا النهاردة بنتكلم في 8 نوفمبر، يعني تقريبا شهر واسبوع منذ تولي المهمة، استدعينا حوالي 84 او 85 لاعب واتفرجنا عليهم بشكل كبير، فده يعتبر رقم كويس. ويمكن كان ليا تجربه سابقه مع المنتخب الاولمبي مع قبل وجود ما يجي مستر ميكالي، وقدمت له تقرير اول ما وصل ب 120 لعيب، نفس اللي بيتعمل دلوقتي عملته قبل كده، فما بقاش فيها مشكله الانتقاء والاختيارات. المعسكر الاول اقمناه في اسماعيليه بحضور 34 لاعب، وكان معسكر ناجح جدا. عملنا 6 أيام تدريب، ما كانش فيهم أي مباريات ودية، وعملنا شغل كويس جدا، واتفرجت على الولاد عن قرب، وكان معظمهم للأمانة الولاد اللي كانوا في المعسكر الأول كان معظمهم من الناس اللي أنا شفتهم بعناية أو اتفرجت عليهم مع بعض الترشيحات، عشان طبعا أكيد ما كنتش لسه هبقى ملم بكل الولاد وبكل تفاصيلهم، لأن أنا عملت المعسكر يوم 14 أكتوبر، يعني بعد 12 يوم بالظبط من تولي مهمة منتخب مصر للشباب. خلصنا المعسكر، رجعنا الأندية، وبعد كده عملنا معسكر للأسبوع اللي بعديه، ضم 3 أيام أو عملنا 3 أيام ضميت فيهم 50 لعيب. يمكن الناس بتستغرب ان 50 لعيب هتمرن 50 لعيب ازاي، اكيد مش همرن 50 لعيب مع بعض، ولكن عملنا اكنهم معسكرين في معسكر. عملت معسكر 25 لاعب صباحي تمرينهم صباحي، و25 لاعب اخرين تمرينهم مسائي، اذا عملت معسكرين في معسكر واتفرجت على 50 لعيب. ونتاج ال 85 او ال 84 لاعب اللي تم استدعائهم صفيناهم ل 26 لاعب هم اللي متواجدين دلوقتي معايا في المعسكر عشان بطولة شمال افريقيا. طيب رجعنا لحضراتكم مرة أخرى، إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني للشباب الحقيقة في رحلتهم خلال الفترة القادمة، لأنها فترة صعبة جدا 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 لمنتخب الشباب.